إلى الآن هي صورة طبيعية لحركة دخول الموظفين والمراجعين إلى مبنى القصر البلدي. دقائق قليلة وتسقط قاذفة الحرية لتجرد الصورة من طبيعتها. 4 شهداء مدنيين بينهم امرأة، وأكثر من 10 مصابين منهم من حالته حرجة. عمل إجرائي جبان استهدف القصر البلدي، استهدف مركز حكومي بامتياز، المواطنين، الموظفين، المراجعين للقصر البلدي. 3 صواريخ مجرمة أدت لاستشهاد موظف من المحافظة، وثلاث مدنيين ذنبهم أن يرجعون لقضايا عملية ووظيفية. 10 جرحى، جراح البعض خطيرة وإن شاء الله بتمثل الشفاء العاجل. لكن نقول رغم كل ما يفعلونه، رغم كل ما يؤذون به الإنسانية، سنبقى موجودون، سننتصر على الإرهاب. أول ما دخلنا بلشت قذائف الهاون، أجت أول قذيفة رقدنا، ما بعرف، أنا رقدت وشفت دم على كتفي وراحت إيد رفيقتي بدنا ككل بين قصر البلد وراجعين وبين جوازات. إذن هي الإصابات المباشرة التي حققها المرتزقة بحسب ادعائهم بعد التكبير، فمنذ إعلانهم للنفير لم يسلم من إرهابهم لا الصغير ولا الكبير. شادي حلوة، التلفزيون العربي السوري، حلب.